يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الخير عليك يا باسنت، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كل سنة وحضراتكم طيبين. ربما أيام قليلة بتفصلنا عن الاحتفال بثورة 30 من يونيو. ربما وإحنا بنحتفل بثورة 30 من يونيو بنؤكد إن إن في عدد كبير من الملفات ربما بنرجعها في صباح الخير يا مصر. من أهم هذه الملفات ملف المنظومة القضائية. المنظومة القضائية حصل فيها تطوير على كل المستويات، سواء من ناحية العدالة الناجزة، يعني أصبح إنك تقدر تخش المحكمة وتخلص بسرعة بعد ما كان فيه أوقات طويلة جدا بيحصل نوع من أنواع التقاضي، أو التحول الرقمي. كان زمان عندنا الأوراق بتاخد وقت طويل جدا، النهاردة أغلب القضايا دخلت في التحول الرقمي. أو خدمات التوثيق، كلنا عارفين إن كل ما يدخل في جانب العدالة بيدخل في جانب التوثيق، يعني ان احنا بنطلع المستندات ونخرجها وخلافه، وكل ده بيخش في بند ما يعرف بالاصلاح التشريعي. كان في حرص كبير من الدوله المصريه على رفع كفاءه مقرات المحاكم الموجوده. حصل تطوير لهذه المقرات وكان عددهم حوالي 400 محكمه، ده غير ان كان في افتتاح لعدد من المحاكم الجديده في اطار خطه الدوله تقريب دور العداله من المواطنين علشان يسهم ده في تحقيق ما يعرف بالعداله الناجزه، وما يعرف ايضا برفع الاعباء عن كل المتقاضين. كمان يا مصطفى كان في اهتمام يعني بالتخلص بالكامل من جميع مشكلات التوثيق والشهر العقاري بكافه تفاصيلها. كلنا عارفين قد ايه كلنا كنا بنستثقل مشوار الشهر العقاري بما يوجد فيه من طبعا زي ما كان مصطفى بيقول طوابير بقى واجراءات كثيره. النهارده المشكلات دي تم التخلص منها بالكامل. الدوله اشتغلت على التوسع في انشاء مكاتب التوثيق والشهر العقاري بصورة كبيرة جدا، وربطها كلها بنظام رقمي موحد. كمان تم توفير بعض خدمات التوثيق على المنصات الإلكترونية زي منصة مصر الرقمية وموقع وزارة العدل. كل دي أمور طبعا بتسهل على المواطن إن هو يقدر يحصل على الخدمة دي بطريقة آمنة وميسرة. الحقيقة طبعا إن دور وزارة العدل دور مهم جدا يا باسنت، وكلنا عارفين إن ربما كان بيحصل في زمان يعني ناس كتير جدا بتخش علشان ترفع قضية بتاخد 5 و6 سنين، وكان بيحصل نوع من انواع التطول. النهارده ناس كتير عارفه او حاسه ان في فعلا نوع من انواع التطور الكبير اللي حصل في المحاكم، سواء في بنيتها زي ما قلنا او فيما يتعلق بالتعامل داخل اوراق هذه المحاكم. كان في ايضا حرص من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقدير الكامل لقضاة مصر، علشان كده قرر سيادته تخصيص وسام يمنح لرؤساء واعضاء الهيئات القضائيه السابقين، وده تقديرا لمسيرة عطائهم القضائية المتميزة. هذا الوسام بيحمل اسم وسام القضاء المصري، وده في مبادرة رئاسية تؤكد مكانة وتقدير السلطة القضائية ورجالها في الدولة المصرية، وبجانب أيضا اعتبار الأول من شهر أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصري، وده قرار قوبل بحفاوة كبيرة من جانب الهيئات والجهات القضائية اللي بيعتبر ده تأكيد على جهودهم لصالح المواطن والوطن المصري. طبعا ده غير الحاجة المهمة جدا والجميلة جدا اللي احنا شفناها، وهي تمكين المرأة في المجال القضائي ومنحها حقها الدستوري في المساواة بشغل المناصب القضائية. ده بدأ من خلال الاستعانة بالكوادر النسائية في النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة، ثم بعد كده شفنا تعيين المرأة لأول مرة في النيابة العامة. على كل حال احنا النهاردة في الحلقة بنتكلم عن الإنجازات من بعد ثورة 30 يونيو في طبعا القضاء بشكل خاص، وبنتكلم عن تفاصيل وتطوير الخدمات القضائية والعدالة الناجزة معانا النهاردة. فقرة مهمة جدا هنتكلم عنها عن هذا الموضوع بالتفصيل، فخليكم معانا لغاية 10 صباحا. وأهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. بنصبح على حضراتكم. صباح عليكم وصباح الخير عليكم وصباح الخير يا مصر.